الزيارة اللي قمنا بها اليوم جاءت تنفيذا لتعليمات السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي في إطار حرصه الدائم على تسريع وتيرة إنجاز الأوراش بمختلف الدوائر القضائية للمملكة. نتواجد اليوم بالمقر الجديد للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني، وكما تعلمون فإن هذا الإقليم يتوفر الآن على مركز قاضي مقيم تمت ترقيته إلى محكمة ابتدائية. بالنسبة للمشروع بعد تجاوز كل المعوقات التقنية فقد قررنا إن شاء الله اليوم إعطاء استكمال أشغال بناء هذا المقر الذي يتوفر على 3 قاعات جلسات ومجموعة من المكاتب بالإضافة إلى مكاتب الواجهة والمكاتب الخلفية. مقر هذه المحكمة الابتدائية التابع للدائرة القضائية بقلميم سيتم إن شاء الله تدشينه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أن هذه الدائرة الجديدة تعرف مجموعة من الأوراش وأذكر منها بالخصوص محكمة الاستئناف بقلميم والتي شارفت الأشغال على نهايتها، بالإضافة إلى أننا الآن بصدد البحث عن عقار ملائم لتفعيل مركز القاضي المقيم بتغاجيش، ونفس الشيء أيضا بالنسبة لمركز القاضي المقيم ببوزكرن. أيضا هناك المحكمة الابتدائية بأسا بعدما تم العثور على بقعة أرضية ملائمة ستحتضن هذا المشروع يجري الآن استكمال الأشغال للمقر المؤقت لمركز القاضي المقيم بأسا الزاك، وكما لاحظتم فإن هذه الدائرة القضائية نوليها اهتمام خاص نظرا لخصوصية المنطقة، بالإضافة إلى أننا نسعى إلى توفير بنية تحتية حديثة ستمكن العاملين بالمحكمة قضاة وموظفين ومساعد القضاء بالإضافة إلى مختلف المتقاضين والمرتفقين من ولوج سريع للعدالة والحصول على معلومات قضائية وإدارية في وقت وجيز.